السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. إحنا الآن في مخيمات النزوح، يعني إحنا الآن في منطقة تقدر تقول منطقة خلوية، منطقة فيها يعني شوية زراعة هيك، وإحنا قاعدين فيها في الوقت الحالي منزور بعض. أنا مش موجود في المكان هذا، لكن عند أختي جيت بس زيارة هيك، وديت لهم شوية أغراض، فقلت أصور مقدمة هذا الفيديو تكون موجودة المقدمة عشان تضلها كمان للأيام اللي جاية، وتصور مقدمة في هذا المكان. مكان حلو هيك عجبني، فإن شاء الله بإذن الله تعالى راجعي لبيوتنا بإذن الله، ربنا إن شاء الله يهونها. واليوم تقريبا 117، اليوم عندنا 117 يوم للحرب المصورة اللي أنتم شايفينها. بإذن الله تعالى صبرين، بإذن الله تعالى موجودين ومش هنطلع من هذا البلد. بحب أقول لكم أنه الأيام اللي جاية هتكون إن شاء الله، ونتأمل إن شاء الله تكون أحسن. اليوم في خلال الفيديو هنشوف حاجة جديدة، تحديثات شاومي الجديد، تحديثات اللي وصلت لهواتف شاومي وريدمي وبوكو هايبر او اس وام اي يو اي 14. خلينا نجي نشوف التفاصيل يا غاليين الى هنا. ورجعنا لكم، نجي صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول تحديث معنا ريدمي نوت 12 برو 5G. طبعا تحديث ريدمي نوت 12 برو 5G هو نفس تحديث ريدمي نوت 12 برو بلس 5G. الإصدار العالمي الآن صدر له تحديث جديد، وهو تحديث الهايبر او اس 1.0.1.0 على الأندرويد 14. بعدك في عنا الشاومي 12 لايت، الشاومي 12 لايت الأندونيسي أجاله تحديث الهايبر او اس 1.0.2.0 على الأندرويد أيضا 14. في عنا طبعا هذه التحديثات موجودات على قناة شاومي الرسمية اللي موجودة في صندوق الوصف، ادخل عليها ونزل التحديث اللي انت بدك اياه، وبتقدر تعمل تحديث بالطريقة اللي احنا تعلمناها. شاومي 12 الاوروبي اجاله تحديث هايبر او اس 1.0.3.0 على اندرويد ايضا 14. بعدك في عنا البوكوكس 5 برو 5G الاندونيسي اجاله تحديث الهايبر او اس 1.0.2.0 على اندرويد 14. بعدك في عنا تحديث البوكو اف 5 برو تحديث الروسي 1.0.2.0 طبعا هايبر او اس على اندرويد 14 الاصدار الروسي الاف 5 برو. الاف 5 برو التركي 1.0.2 على الاندرويد 14. شاومي 13 تي برو التركي اجاله تحديث 1.0.2.0 على اندرويد ايضا 14. شاومي 13 تي التايواني 1.0.2.0 على اندرويد 14. بعدك في عنا الهايبر او اس المي بايلوت، يعني للمسجلين. طبعا احنا بنصور هذا الفيديو، ممكن يكون خلال احنا بنصور فيديو ينزل تحديثات، وممكن يكون للمسجلين صاروا للكل، فيعني راعوا هذه النقطه. ريدمي نوت 12 برو 4G للجلوبال العالمي 1.0.2 اندرويد 13. 12 برو 4G للجلوبال لسه على اندرويد 13 واجاله الهايبر. لاحظوا هنا يعني في عنا تحديثات الهايبر او اس اندرويد 13 هي وصلت، وهي جهاز 12 برو الفور جي اجاله، طبعا هي جيله اندرويد 13 اندرويد 14 بس لسه مش هلقيت. بعدك في عنا البوكو اف 4 جي تي لجلوبال هايبر او اس على اندرويد 14 1.0.1.0 الاف 4 جي تي. البوكو اكس 5 5 جي الهندي الهايبر او اس اجاله 1.0.1 على اندرويد 14. بعدين في عنا البوكو اف 5 التركي اجاله تحديث جديد 1.0.2.0 اندرويد 14. بعدك في عنا اصدارات الام اي يو اي 14. ريدمي 10 5G نفس تحديث البوكو ام 4 5G الاندونيسي اجاله تحديث 14.0.5 اندرويد 13. البوكو اكس 4 جي تي التركي 14.0.5 على اندرويد 13. هذه هي التحديثات اللي وصلت للهايبر او اس، وان شاء الله نلتقي ونشوف عندنا التحديثات اللي بعد هيك، ونشوف كل شيء جديد باذن الله قد ما نقدر. احيانا بيكون الانترنت قاطع عشان الوضع اللي عندنا في غزه، احيانا بيكون فيش انترنت، احيانا بيكون فيش اتصال، احيانا بيكون فيش كهرباء، يعني مش الكهرباء مش موجوده، ولكن احنا بنشحن عن طريق الطاقه. احيانا الظروف يعني لازم ترعوني في هذه الظروف اللي انا قاعد بمر فيها، وترعوا انه الفيديوهات يعني اصبحت قليله حتى انه ما بقدر، انتوا عارفين. وربنا ان شاء الله يخلص هذه الغمه على خير، ونلتقي في الاستوديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.